السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني هو عربسية نيوز تاوي الكسو دواذا وركي حلقنا عربسية نيوز قد بضعنا كسو قاندو نوحا كمدا الدولة دها الصومالية أو بلوضي وللايك قصور جودة مسرح لبضا مركا لباد إيه مدحوين موسى بيحي عبدي صوبا لحليلا إنو كوة ذقي هاي قضية دا مدح بناني دا شمرية دا صومالي لان قولها قورت دا نوحا إيمان تبلابين دود كساب سن حير كا قرصور كا عيدا مدى قران كا صومالي لان داود قود باس waxa kimid wararka xilligan ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale faafasan dawladda Soomaaliya ayaa bilowday qorshayaal ay kaga soo horjeedo masraxnimada madaxweynaha Soomaaliland ee doorashada sanadkan ka dhacaysa Soomaaliland dawladda Soomaaliya oo adeegsanaysa xildhibaanada ku jira baarlamaanka Soomaaliya ee dhalashada soo jeeda Soomaaliland ayaa dirba bilowday ولا يكون دوني سو إن الشعب كتمرون سمال لانكا غور كنتو مدحوين بيحي أو كل مية مصرع هو أحترم كيس اللباد تصالحان دورة دحانشاق محمود أيا حل دبان نضا يكسو دحض شيء فرين تيد سو تبية وحكم دا محمد هارون أو كم دا بارلمان كا سوماليا كان سو تيد دارشاهان سومالي لان حل دبان كان أيا ورباين تمريي هذا لو كشيق يو إن تدكا لعيب هرمر كا سومالي لان إيا من دمدا شعب كا سومالي لان أي وطان مدحوين موسى بيحي عبدي هذا الكاسي هو دونيو إنو بلشادة شاكي كوغاليو هذا الكاحل لبانكا نماها كيكو باد إيه كاسوية رمضاح دا صوماليا بلسي واحا هورا سيدان أو كالوغا هاللي سياسيين تا صوماليا سيد عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي إيو حبنا كالي أرنتنا يا موچينسا سيد دورد دا صوماليا وصوفر جلسي صومالي لان إيه دورشادي دا صوبتا الصومالي وقصورتو دم شرح لماذا مدحوين بيحي هيا دادكا سياسة فالليا وحا يكون شيئين إنو كو أذقي هاي قضية دا مدح بنانيدو تمرويد دا صومالي لان إيا إنو هشي صومالي لقونسي كوهي لصول لقالي ذولاد دا فدرالكا إيتوبيا حل دبان نضا قولها قورتو دا تمرويد دا صومالي لان هيا ماان تا دودكا يشي حير كان نظام كقرصور كعيدما دا قلب كسيدا xildhibaanada dooda ka qayb galay ayaa qaarkood waxay soo jeediyeen in qodobada xeerka la waafajiyo dastuurka qaranka isla markaana lagu daro qodobo khuseeya maxkamadda rafcaanka oo aan xeerkaasi hadda ka muuqan sida ay xildhibaanadu sheegeen xildhibaan axmed dir abdi oo doodaasi ka qayb galay iyo xildhibaan jirda siciid ayaa soo jeediyay aragtiyo si loogu kaabo xeerka garsoorka ciidamada qalabka sida ee horyaala golaha guurtida Soomaaliland xeerkan sida xeerarka kaleba waxa lagu aasaasay qodobo dastuuriga qodobada dastuuriga ah xeerkan soo kale ku jiraa lagu daran leh talabaad xeerkan maxkamaddu ama garsoorku wuxuu ka bilaabaa maxkamadda koowaad waan ku dhamaatay sare رفعان لما لها ما يوقفك وامسكحك كوية هيبا مرد رفعان لهاي دي غرصورك مرد ما يستمع انت هو حقو دارايا حتى حيرك كان ما كان فرن وهم كان فرن وحويا حيرك دستورك ويسوق غي حي يعني كنا من حيركي هرايتي اللي سميه يعني كنا من عندنا لقى رحصة طوح ويوانا قبصوه حدا دانا ايه تران حيرو من الشبيه وانا انكاد لين وسلا هو حيركا نظامك قرصوركا ايضا كقرن كتمرد السومالي حيركا نوحو ككوبين يهي ودوري كنتن قضب وسكا كوبين يهي لكن دور قضب باندول استاقيا دور قضب باندول استاقيا نورتي يا ربي حنطة يا ربي حنطة لصوبها محكمتها أيضا كقرنك وحلولك إذا محكمتها كلاء محكمة صري يوم محكمة الدرجة الكوبات قضب ككوحي قانحو شيئا هيئة أنا كما هي قولك كوكيغا سلاير بحنتي وشيغيا هيادا غرسور كايدا كوحا لولا شيدا محكمة هاي هير لا لنتا ايدا مدى ايو كل يو كوبي لبدا ربحينات هالس وفاشيابان لا هيو ان هالغا صوغا هالغا بيغو
وحلولتشيدا محكمة كلاء محكمة صارة هي محكمة درجة كوبات هي حير إلى لينتا جود هي قرنك إذا ما قرنك أنت أتاسن كل رافيا قلب كل حد سقوح وشيء جيا حلية هاي وكهلا يا وضبع حيرك الله فرق ضدنا وكوبي هاي حلية هاي فرق ضدك والله لا ضاي حيرك أنا وحى وضبع أهان نقطنا يا حير معمول أول لجو نظاميها ولها قرصور كعيدا كقرنك فرق ضد الله ضدنا أي شيء جيسا حير كان لو ما أديك سن كرو لو ما أديك سن أيو إسلام كان الله جمد شدين أيو عقاب أيو جناح أيو من يعلن أيو ضبع حير عقابه الله فرق ضد بكم يا مركب قلب كتب نظم الآخر يا كاسي سكاري من يان قلب كتب نظم حلية هاي يا تبناد تبناد بس كوري ما نيا قدم كان اللي حاديك تبناد بس عياس كوري ما نيا قدم كات تبناد نوح وشيء جيا أفرتي سفر قاضي هريان خريا وود جرمقل كجرسور كا أيضا كا وشيت وشيت هذا قدم كوكو فديا وود جرمقل كجرسور كا أيضا كا كل جرسور جرسور كا أيضا ماذا قرنك وحى أي وود أوليهين دعوة ذا قابطها كبنك حبناها إذا مضى قرنك حالتها من رضا هي حالتها أولاد الله بضبا فرقد الله بعد نوح إلى رأي هدي قف إذا ناهي وكقلو في الدنبيات حلي نبض حبن عيدا حبن عيدا كاوحا أود قادس دعوتها له محكمة إذا مضى فرقد صدحا روح إلى رأي قرصورك إذا مضى مركا أي قاضيان دعوتا أي قرمق الكيدا أود إليه وإن أي راعان حر عقاباتك سكو عد كم بالك يستكتاك يا دي سكو عد وتلماما يد دنبيدا هوس صو هوس قلا قرصورك إذا مضى قرنك فرقد أفراد نوحي ليه هاي هب راعا قادست الدعوة لها وحا الله راعيا سوى فقصان حيرك هبك عقابتا طب نادوحو شيقيا إن عقاب لمرنا يو عقابنا وكهضليا كهورا نوحو شيقيا حيرك إنا نخسيني وح عقابة يو وح جناحة مدنا لبدا قضاب واسكوري مانيان مركا لبدا قضاب هلا يسوى فاتشيو وانسو تشيدين ياتا dawladda Saudi Arabia ayaa amartay in ciidamada u dili karaan dadka ka dhagaadeega inay ka guuraan goob loogu talagalay in laga dhiso magaalada mustaqbalka taasoo ay maalgelinta dhismaheeda fulinayaan shirkado reer galbeed ah sida uu sheegay sargaal hore oo wardoonka dalkaasi ka tirsanaa Colonel Rabih Al-Nasi ayaa sheegay in lagu amray dadka deegaanadaasi inay ka baxaan xariiqa inta loo qorsheeyay mashruuca niyom mid ka mid ah dadkii degana ayaa la toogtay kadib markii uu ka soo horjeestay in gurigiisa laga saaro dawladda Saudi Arabia iyo maamulka mashruuca Niyom ayaa diiday in ay ka hadlaan arintan mashruuca Niyom oo ah mid ay ku baxayso 500 oo bilyan oo dollarka Saudi Arabia ah waa qayb ka mid ah istaraatiijiyadeeda Higsiga 2030ka ee Saudi Arabia taasoo ujeedadu tahay in dhaqaalaha boqortooyada laga saaro saliidda kaliya ayna ku ekaan ee ay abuuraan mashaariic dhaqaale oo kale magaaladan waxaa la sheegay inay ballaceed u dhan yahay 200 oo mitir halka dhererkeeduna dhan yahay 170 kilometer balse 2.4 kilometer oo kaliya oo ka mid ah mashruuca ayaa la sheegay in la dhameystirayo sanadka 2030ka taraasiin shirkado caalami ah oo dhowr ka mid ah yihiin Ingiriis ayaa ku lug leh dhismaha Niyom meesha laga dhisay Niyom ayaa lagu tilmaamay inay tahay shaaraca maram ee ugu habboon ee uu leeyahay dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman laakiin in ka badan 6,000 oo qof ayaa loo raray mashruucaasi dartiis sida ay dawladdu sheegtay laakiin kooxaha xuquuqda insaanka oo fadhigoodu yahay dalka Ingiriiska ayaa qiyaasay in tiradu intaasi ka badan tahay
عبد الرحيم الحويتي ودي دي إن قدقة ديوان قرنطة للكو أي قيمة يانان تدي سو كل هذا كان كاسي أيام مالين كدباي توقتين مسؤولين كتسن سعودي حل أي كو قودة ترين لحاول قلقا نظيفين وحاو هرم موقال لكر ديوان أصول لغاي براها برشادة أو كاكا صوهر جيدو رريتان ندا برقورا على هواي سو سارين لامها أمان كي دورد سعود عربية حل كاسي ولغو إيدي إن الحويتي أي رساس كفرين لعيدة مدى أمان كا وحانا لغو قصبي إنه كتشوابان هيدا حقوق الإنسان كا يقرى مدى مدوبي أيا شاقي إن لود ديلي سيف فدود وربا إنتو ما أودين إنه يسيم مدى حبان نحقي جيسو حضالك كل الأنسي كو سابسان حبكو حوقاهي وحدلكا لكن قف حوقالو عشاقه ده هوقان كسردونك سعوديكا أيا شاقي مرق فركا كورنالكا لحري داسي دا أمركا عدين تالو قرسيي يا وحا او شاقي با وافق سنتا هاي وحاي كوغيهين هاول قلدان او كالي وغيران تطبيع فرطان كالي او داد غير طولا ايا لحلي كدي مركيا اسكا عابيين رانتانكا كواسو انتو دبادان لغوصو اوغي تعويضا لحلي لارغة حسنمو سيدا اي شاقين قرمدا مدوبي ايو كوحدا فردقيدو يهي دالكا انجريسكا داود القطب كاسي ايا قد بي وركي حلقة عربسية نيوز وحردين سو تبنيانيو عبدالقادر عربا انتين وركا ورلمت كل بدون ردمانتي وحدك تقنا نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.